وفي الداخل الإيراني تتواصل الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عشرات المحافظات والمدن في مختلف أرجاء البلاد. ونظم مئات المواطنين مظاهرة حاشدة أمام مبنى شورى النظام في طهران، شارك فيها شباب عاطلون وعمال من مختلف القطاعات احتجاجا على سياسات النظام الإيراني في الداخل والخارج وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاح الوضع الاقتصادي وإيقاف حروب الوكالة التي تمولها وتدعمها إيران في المنطقة، خدمة لمشروع النظام التوسعي الذي وصفوه بالمشروع الوهمي.